استاذ عيد حواشي المتحدث باسم وزاره الزراعه. برحب بيك يا استاذ عيد، ازاي حضرتك يا فندم؟ استاذ جابر، ازاي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم، ربنا يخليك، ربنا يخليك. بكره الجرايد بتقول ان الفلاح يعني ما زالت الازمه قائمه والدنيا بايظه وهو مش عارف يعمل حاجه. طيب دعني اوضح لسيادتك ليه تم عمل المنظومه لضبط توريد الاقماح. المنظومه بتهدف الى حاجتين مهمين جدا يا استاذ جابر. واحد، ايصال الدعم مباشره للمزارع. اثنين، حمايه الدوله من تسرب الاقماح المستورده بالاقماح المحليه، وده كان بيضيع الدوله حوالي 2 ل 3 مليار جنيه. الحقيقه عملوا المنظومه وقالوا التسليم بكشوف الحصر. وجت وزاره التموين استلمت الشؤون البنك والتنميه والائتمان الزراعي، فطبعا استلمت الشؤون المطوره ورفضت الشؤون الترابيه. فطبعا العدد قليل، فحصل تزاحم من الاخوه المزارعين وتكدس. فسارع الدكتور عصام فايد وزير الزراعه واصلاح الاراضي بفتح الجمعيات الزراعيه لاستلام الاقماح. ومعالي رئيس الوزراء اعطى قرار بفتح جميع الشؤون الترابيه لاستقبال الاقماح. لكن لابد ان يعلم الجميع ان وزاره الزراعه هي وزاره بحوث وانتاج وارشاد، وليس لها علاقه بعمليه التسويق، وانما تقف في خندق واحد مع المزارع. النهارده بتحاول تيسره. سياده الوزير فتح جمعيات كلها وادى تعليمات لبنك التنميه والائتمان الزراعي يمول الجمعيات للدفع للمزارعين. سيادتك ابعت كاميرا هتشوف دلوقتي المزارع بيستلم فلوسه تاني يوم التوريد مباشره. ادي واحد. اثنين، خف موضوع السيوله. اصبح في سيوله تامه بعد فتح الشؤون الترابيه وبعد فتح الجمعيات، ولا توجد مشكله حتى الان. والدليل على كلامي انه دلوقتي وصلنا في التوريد لمليون و700 الف طن، والمستهدف توريده للدوله 4 مليون طن، يعني 2 مليون طن ان شاء الله خلال اسبوع 10 ايام ينتهوا تماما من التوريد. ال 4 مليون طن ده السعه التخزينيه بتاعت وزاره التموين. احنا بننتج حوالي 8 مليون فدان. طب ال 4 مليون أيوة. يعني لو انتجنا بعد ال 4 مليون مش هنلاقي حته نحط فيها؟ لا مش هنلاقي. امال الشؤون دي ايه يا فندم؟ دي السلع التخزينيه كلها يا فندم. ولذلك سياده الرئيس، يعني انا عايز اعمل اكتفاء ذاتي من القمح، ما عنديش شؤون تقدر تعمل لي الاكتفاء الذاتي من القمح؟ لا ما عنديش اماكن تخزين، لابد من يبقى في سعه تخزينيه تستقبل الاقماح. امال ايه الاجراءات؟ انا بسمع كل يوم شؤون جايه من هنا وشؤون جايه من هنا وشؤون على اعلى مستوى ومش عارف ايه بتاعت الشؤون اللي موجوده في دمياط واللي موجوده في ده احنا مبهدلين الدنيا خالص في التصريحات دي. يا فندم محتاجين صوامع تخزين، والدوله بتسعى حاليا لان هي بتتوسع في هذا، والسيد الرئيس هيفتتح اماكن جديده قريبا للتخزين. احنا محتاجين ده لان احنا داخلين على مشروع المليون ونصف مليون فدان، وبالتالي النهارده هنقترب من الاكتفاء الذاتي، فمحتاجين تخزين، اماكن تخزين. يعني احنا هنحقق الاكتفاء الذاتي يا استاذ عيد باعتبار حضرتك يعني انت راجل في متابع حركه الفلاح من زمان قوي، وانا متابع ده مع حضرتك يعني، وانت راجل ليك باع طويل في هذا الامر ومستشار وزير الزراعه معناه او المتحدث باسم وزاره الزراعه، احنا هنحقق الاكتفاء الذاتي من القمح قريب ان شاء الله يا فندم، من خلال المشروع الذي اطلقه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، المليون ونصف مليون فدان. سنصل الى الاكتفاء الذاتي بشيئين مهمين جدا. اولا التوسع الافقي والتوسع الراسي. التوسع الافقي اللي هو المساحه الكبيره اللي هنزرعها في المليون ونص مليون فدان. التوسع الراسي ان احنا استنبطنا اصناف جديده من القمح مركز البحوث الزراعيه بتعطي انتاجيه عاليه من 20 ل 30 ارداب في الفدان. يبقى احنا كده عملنا المنظومه بشقيها اللي نقدر منها ان شاء الله نصل الى انا الكلام حلو جدا يا استاذ عيد، والكلام ده سمعناه قبل كده مرات ومرات باسلوب مختلف، وقلنا برضو في العهود السابقه قبل 2010 احنا هنعمل اكتفاء ذاتي من القمح، وكنا بنعمل مشاريع ضخمه جدا، وبعدين للاسف المشاريع دي دلوقتي كانت في طي او بقت في طي النسيان. بس انا معايا الحاج محمد برغش، وده من اوائل الفلاحين اللي يعني فاهمين قضية الفلاح في مصر وفاهمين الحلول أو يقدروا يطرحوا الحلول الخاصة بالفلاح في مصر.
برحب بيك يا حاج محمد، زي حضرتك. انا ببوس راسك النهارده لانك ابن جدي وابن خالي وابن عمي ورديت اعتباري يا سيدي. الله يخليك، الله يكرمك. عارف ليه؟ عارف ليه؟ أمرني. فكرت ذاكره الامه المصريه بالفلاح المصري، وكويس قوي ان السجاده كانت على الارض بالليل الاسود او القمح الاصفر. الفلاح يستغيث عشان اللي ما بيشفوش عينهم تشوف، واللي ما بشموش يشمهم. احسن حاجه يا استاذ جابر في مصر لو بيحاسبوا المسؤولين على تصريحاتهم، كان اقل عقوبه 25 سنه سجن. لان كلام بدون فعل، كلام ماليش اساس على ارض الواقع. الاستاذ العيد اللي بيقول لك وزاره بحوث ووزاره ارشاد، على راسي وزاره بحوث. النهارده تعمل البحث، تروح تعمل اي بحث او اي حاجه كنا بنعملوها ب 2 جنيه في مركز البحوث، اقلها 100 جنيه واعلاها 1000 جنيه، يبقى ايه؟ جبايه قذره من جيوب الفلاحين. الاستاذ عيد بيقول لك ارشاد زراعي من سنه 1984 لم يعين مهندس او موظف في الارشاد الزراعي، وخليه يرد. انا عاوز اسال سؤال يا استاذ جابر لمعالي وزير الزراعه ووزير التموين. السنه الماضيه استلموا 5 مليون طن. ليه ما حصلتش الازمه دي؟ لان السنه دي منظومه فاشله، منظومه فاشله بالثلث. انا كنت مع زميلك الصبح في برنامج صباح اون تي في قبل كده ب 40 يوم. قالوا لي ايه رايك في مستقبل السنه دي بالاستلام؟ قلت 7 حاجات. دخل عليا المتحدث الرسمي باسم وزير التموين قال حاضر حاضر حاضر، ومفيش ومفيش ومفيش. وادي الحال بيبكي وبيشكي. يا ريت نبطل كذب ونحترم الفلاح المصري. طب الحل ايه يا عم محمد؟ الحل ايه؟ الاتي يا فندم، انتوا اجتمعتوا، انتوا اجتمعتوا يا عم محمد، انتوا اجتمعتوا. نعم. انت تقريبا من بعد الثوره قعدت مع كل المسؤولين في الدوله، مع كل الناس كده. طيب قول لي قول لي قول لي دلوقتي انتوا يعني، انا سيبك بقى من انه بلاقي واحد متحدث باسم الفلاحين، واحد متحدث باسم مش عارف ايه، واحد متحدث من يوم ما اتعامل المتحدثين دول والفلاح والله ما عارف يعمل ايه. خليني اكلمك كده بعيدا عن مسؤوليه منصب، انت ماسك ايه؟ قول لي انت فلاح مصري. لا انت كفلاح مصري. انا رئيس مجلس اداره جمعيه السلام التعاونيه الزراعيه مركز بدر محافظه البحيره، وكل ما اتكلم حقيقه يبعثوا لي الرقابه الاداريه وبحث الاموال عليه الماليه العامه عشان يشوفوا ان انا حرامي ولا مش حرامي. طلعت اشرف من ابوهم. ماشي يا باشا، 3 مرات يبعثوا لي لما اتكلم. رابع حاجه معايا يا استاذ جابر؟ معاك معاك. رابع حاجه احد الوزراء بيكري عليا ناس بفلوس عشان يطلعوا يشتموني في الاعلام. ايوه يعني بيشتموك. أيوة. ليه؟ عشان انت بتقول المشاكل يعني؟ عشان انا بتكلم بصراحه. هذا الوزير حاول يكري عليا اكثر من 3 بفلوس، ولاد عائلات محترمه ولاد قبائل. طيب بص يا عم محمد، طيب بص يا عم محمد، بص يا عم محمد، خلينا نبعد شويه عن الحته دي. قول لي بس انت كفلاح عندك ثلاث مطالب وجهها دلوقتي رئيس الجمهوريه. انا اول مطلب لسياده رئيس الجمهوريه استقبل الاهانه لابائك واجدادك واخوانك الفلاحين مع هذا المنظر في استلام القمح وفي محصول القطن وفي الرز وفي الذره. نحن نحتكم الى الله ثم لك يا سياده الرئيس. اثنين. نمره اثنين، هل نهان باننا بننتج وبنعمل وعاوزين نوفر غذاء مصر؟ لا يهان مصري بتوفير غذاء مصر. ثلاثة، لازم يحاسب وزير الزراعه ووزير التموين على هذا التقصير، وازاي استلم السنه اللي فاتت 5 مليون طن وما حصلش تقصير. يعني ده السنه دي بيقولوا 4 مليون بس. نعم السنه دي بيقولوا البتاع دي الشون هتاخد 4 مليون بس. طب استلموا السنه اللي فاتت ليه 5 وجابوهم منين وادوهم فين؟ وليه ما شكوش يا فندم؟ ما شكوش ليه من ضيق المخازن وطلعوا يشتكوا حصل خلط والوزاره خسرت 3 مليار جنيه؟ يعني انت من وجهه نظرك يا عم محمد ان الفلاح يعني ربنا يكون في عونه بقى. كلمه في الاخر بس يا استاذ جابر. ارجوك يا سياده الرئيس، الفلاحين بيقولوا لك يا اما تقابلنا، وما اقدرش اقول الثاني يا ريس،
ما اقدرش اقول انك راضي عن ابنك. يا استاذ عيد. نعم. تفضل يا فندم. بص يا فندم، كل الحن بحجته. تمام. استاذ محمد برغش وهو صديقي العزيز واخونا وانا بحترمه على المستوى الشخصي، لكن ما ينفعش لغه الخطابه اللي بيتكلم بيها. لما نكون بنتحاور ما يقولش ده فلان ده كذاب وفلان ده ما اعرفش ايه. تمام. وكل يقتعل حنجرته، ما احنا ممكن نعلي حنجرتنا ونقول زي ما احنا عاوزين. انا ملتصق بالفلاح وانا عمري قريب من عمره، وملتصق بالفلاح وعارف تراب ارض مصر ده ايه، وانت سيادتك شفتني. انا بقول دور وزاره الزراعه، هو بيتكلم الارشاد الزراعي بيقول 85 و84 هي دي مسؤوليه وزاره الزراعه يا سيدي، دي مش مسؤوليه الدوله. انا طول عمري استاذ عيد كل وزراء الزراعه من ايام على قدر ما انا وعيت، يعني من ايام الدكتور يوسف والي او قبليه لحد وزير الزراعه الحالي، كل واحد كل وزير بيجي زي وزير التربيه والتعليم كده، زي وزير التعليم العالي بيجي يدافع عن الفكره بتاعته والمنظومه بتاعته. وللاسف احنا في انحدار. يعني انا بتكلم دلوقتي على انا راجل ابن مزارع، ابويا الله يرحمه وبلدي فلاحين وقرايبي كلهم فلاحين والى اخره. يا استاذ عيد هناك العيد اتقلب لدموع لحزن. انا اقول لسعادتك ليه الانحدار الفلاح؟ هو حضرتك اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. النهارده في تزايد سكاني رهيب جدا، مقومات الدوله النهارده ما فيش حاجه اسمها الفلاح. يعني النهارده انت عندك 8 مليون فدان، تاكل منهم قد ايه النهارده من التعدي بناء على الارض الزراعيه؟ النهارده الوعي فين بتاع الناس وتلوث المجاري المائيه؟ هو احنا بنحمل الحكومه. طب ودور الدوله فين؟ هو الناس الدوله بتاع يا استاذ عيد، ده انا عندي مصرف في القريه اللي انا فيها. صحيح. كله بقى سحالي وتعبين وعمالين نستحيل على حد يروح يردم، محدش عايز يردمه. ما هو دي دوله برضه. الميه اللي مش قادره توصل للاراضي بالصوره المطلوبه. النهارده الدوله المحليات الفاسده مش ده دوله؟ يلوث يا استاذ جابر، انت مش بتشوف بعينيك ان الدوله تقوم تعمل حاجه؟ انا لو دافع عن الدوله انا برجع في خندق الفلاح، لكن انا شايف بعينيا. يطهروا النهارده تاني يوم تلاقي مرمي حمير ومرمي خجورات ومرمي في البتاع. الناس الشعب عاوز وعي، لازم في وعي. يعني في الاخر حضرتك شايف ان وزاره الزراعه بتقوم بدورها المنوط بيه؟ يا فندم اي حد بيتكلم وينتقد دور وزاره الزراعه تبقى لامكانياتها يجي يقعد معانا على الترابيزه ونناقش هذا الموضوع ونناقش بهدوء. لابد نكون كلنا ايد واحده لخدمه هذه البلد، انما هنعمل في جزر منعزله. ما احنا عاملين اهو يا استاذ عيد، ما احنا عاملين وكله ندلي بدلو. ما كل مش عارف كل ما قابلتش الوزير، كل محافظه مش عارف اقابل الوزير، كل محافظه عندها مشكله وكل فلاح عنده مشكله وكل وزير بيشتغل بعيد عن او كل وزاره بتشتغل بعيد عن الوزاره الثانيه، وكل وزاره عايزه تبقى بتشوف شغلها وخلاص، مش مهم الوزاره الثانيه تعمل ايه. حضرتك الجزر بالعزل اللي انت بتقول عليها موجودة جوه الحكومة بطريقة يعني بقت تغيظ وتكيد يعني. لكن على كل دي وجهة نظر مقبولة. لا بس أنا عاوز أقول لحضرتك أضيف حاجة بس يا أستاذ جابر، يعني دعني بس أوضح. والحاج برغش معانا على الناحية التانية، بقول له دلوقتي إحنا يعني وزارة الزراعة دورها في المنظومة أو التكد المنظومة دي معمولة لمين؟ لخدمة المزارع. انت عارف الصحه كان ايه يا استاذ جابر؟ وده اللي طالب بيه وزير الزراعه. وهو شاهد ومعايا على الناحيه الثانيه الحاج محمد برغش، اليمنى استيراد الاقماح اثناء فتره توريد القمح المحلي والمنظومه تبقى ماشيه زي ما كانش حصل اي حاجه خالص. طيب قول له يا سيدي مين اللي ما وافقش وزير الزراعه؟ ومين اللي قال وزير الزراعه لا تستمر عمليه استيراد الاقماح من الخارج؟ تمام ماشي. عموما يا فندم انا بشكر حضرتك استاذ عيد، بشكرك عم محمد برغش الحاج محمد برغش.